انضم معنا مراسل الإخبارية في عدن صلاح بن لغبر. أهلا بك صلاح. صلاح، ما هي ملابسات هذا التفجير وهل هناك تحديد للمسؤولية عنه؟ يعني حتى الآن لم يصدر أي تبني رسمي من أي جماعة لهذا التفجير، لكن كل المؤشرات تشير إلى التنظيمات الإرهابية داعش أو القاعدة، وهي التي نفذت تفجير مماثل في 17 من يناير الماضي، وفي ذات المنزل منزل مدير امن او مدير شرطه عدن شلال شائع. طبعا الانفجار نفذ بسياره مفخخه وكان كبير جدا، السياره من نوع سنتافي، دخلت السور الاول لمنزل مدير الامن متجاوزه الاسلاك الشائكه، قبل ان يطلق عليها الحراس النار وتنفجر في موقع قريب من المنزل، لكنها لم تستطع ان تتجاوز وتصل الى هدفها وهو منزل مدير الامن، وانفجرت قبل ان تصل بحوالي 50 او 60 مترا الى المكان المستهدف. السائق كان يرتدي ملابس نسائيه، وعادات والتقاليد هنا تقضي بعدم تفتيش النساء مهما كانت الامور، وهو ما ساعد على الوصول الى المنطقه المستهدفه. نعم. نعم، لكن هل يمكننا ان نربط، او بالاصح كيف نربط بين هذا التفجير وعمليات الجيش الوطني ضد القاعده؟ نعم، طبعا اللواء شلال علي شائع يتقاد المعارك ضد تنظيم القاعده في المنصوره بعدن وفي ايضا محافظه لحج مدينه الحوطه، وحقق انتصارات كبيره، الى جانب اللواء الحزم التابع للجيش الوطني، وتم القبض على المئات من عناصر القاعده ومقتل المئات ايضا منهم بين معتقلين قاده كبار. وقد هدد التنظيم عده مرات باستهداف شائع وقتله، ودعا عليه في بعض المساجد قبل ان تسيطر الحكومه والقوات الشرعيه على هذه المساجد وعلى عدن بشكل عام وعلى منطقه المنصوره بالتحديد. هذه العمليه تاتي بحسب جميع المراقبين في اطار عمل انتقامي بسبب النجاحات التي تحققها قوات الامن والجيش الوطني ضد الاصابات الارهابيه. نعم. نعم، صلاح، ما هي الاليات التي يتبعها الجيش الوطني ربما في سبيل احداث توازن في عملياته ضد الانقلابيين والارهابيين؟ طبعا الجيش الوطني وقوات التحالف المسانده له والمقاومه ايضا ابهرت الجميع بالاداء العسكري المتفوق، سواء ضد الارهاب الجماعات الارهابيه في عدن او في لحج او في اديان او في حضرموت المعقل الرئيسي للجماعات الارهابيه، وايضا في عملياتها ضد الانقلابيين. يبدو ان هناك تدريب على نطاق واسع ومحترف حصل للجيش الوطني، لاحظنا عوده الالاف من منتسبي الجيش الوطني من الشباب، تم انتقائهم بعنايه شديده وتسليحهم من قبل قوات التحالف والزج بهم الى ميادين القتال ضد القاعده وضد التنظيمات الانقلابيه ايضا. الجيش الوطني يحقق انتصارات كبيره جدا في هذا المجال، حرر قبل ايام مدينه المقلة المسيطر عليها من قبل القاعده منذ اكثر من عام، وهو عمل كبير جدا خلال ايام تم وابهر الجميع. نعم. نعم، صلاح، كيف يتعاطى المواطنين في ظل هذه الاحداث الارهابيه التي تتكرر يوميا او شبه يوميا؟ طبعا نشير الى هنا في عدن انه اكثر من شهر لم يحدث مثل هذا التفجير تقريبا، بعد ان كنا نشهد تفجيرات يوميه واغتيالات، الان قوات الامن تنتشر في جميع المداخل والمخارج في عدن. نعم. وايضا في الشوارع والاحياء السكنيه. المواطنون هنا يقفون جنبا الى جنب مع الجيش الوطني وقوات الامن. لاحظنا قبل ايام عند دخول قوات الجيش الوطني الى مدينه المقلة عاصمه محافظه حضرموت كيف احتشر الناس لاستقبال هذه القوات التي خلصتهم من الارهاب. هناك تعاون كبير جدا بين المواطنين وقوات الامن والجيش الوطني على محاربة الإرهاب وتكوين بيئة مناهضة للإرهاب كما كانت مناهضة للانقلاب خاصة بالمحافظات الجنوبية. نعم. نعم، شكرا لك مراسلنا من عدن صلاح بن لغبر، شكرا جزيلا لك.